السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه بقى موضوع الرجاء والزمالك وتأجيل مباراة الرجاء ليوم 31 أكتوبر الشهر ده؟ بالفعل تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في عودة دوري أبطال أوروبا قبل النهائي ليوم 31 بسبب إصابات نادي الرجاء بفيروس كورونا ومنع النادي من السفر، والبروتوكول الطبي المغرب بيمنع النادي من السفر، والاتحاد الأفريقي اتكلمت عن الموضوع ده وقلت الاتحاد الافريقي بيقوم بفضيحة، والمنظر او الموضوع ده يسبب مشاكل كتير، لان المفروض انت هتيجي يا ما تجيش، مش هنقعد بقى كل شوية نأجل. اجلنا مرة عشان خاطر الوداد والرجاء، ودلوقتي بتأجل تاني عشان خاطر الرجاء. طبعا رئيس نادي الزمالك طلع امبارح او اول امبارح وقال ارحب بالتأجيل، لان انا راجل دولة وراجل عربي وراجل قومي وراجل القومية العربية والشعبية وطبعا طلع بالشعارات اللي كل شوية يطلع يقولها. فامبارح بقى طلع تاني قال لك اوافق على التأجيل بس بشروط. ايه شروطي؟ انك تأجلوا ماتش الاهلي والوداد. ايه دخل الاهلي والوداد في الموضوع؟ الله اعلم. مبدأ تكافؤ الفرص، ايه دخل برضه؟ ايه ذنب الاهلي والوداد يعني؟ ايه ذنب الاهلي والوداد؟ ودلوقتي انت لما تأجل ماتش الزمالك والرجاء ليوم 31، فرضيت يوم 31 لقيت النتيجة ايجابية تاني، تأجلها توديها فين؟ انا قلت ان المفروض ان المباراة يا تقام يا تبقى انسحاب على نادي الرجاء، مع اني اتمنى ان الرجاء يبقى في النهائي، بس المفروض ده اللي يحصل. يا تيجي يا ما تجيش، مش هتعرف تيجي خلاص، يبقى انت خرجت بسبب الموضوع ده، بسبب البروتوكول، بسبب فيروس كورونا. وحتى هتخرج بشكل كويس، يعني ان انت طالع بقى مش مغلوب وان انت منسحب والكلام ده كله، انما هنأجل وهنرجع تاني نأجل، وممكن تاني يحصل، مفرض بقى الزمالك اللي جاي عنده حالات لا قدر الله، يعني مش هتأجل. هو الموضوع خلاص، الزمالك يقبل يرفض يستأنف يعترض، هو خلاص الاتحاد الافريقي هيأجل هيأجل خلاص، هو أجل والموضوع اتأجل. انما انت كزمالك رئيس نادي بيطلع بيعمل سؤال يعني، يقول انا مش موافق او موافق، شويه يقول انا موافق وشويه يقول انا مش موافق، وطبعا ضحكوا كله على جماهير نادي الزمالك وبيلعب على وتر الجمهور. طب ايه دخل الاهلي في الموضوع؟ يعني انت بتدخل اسم الاهلي في الموضوع ليه؟ انت دلوقتي يا توافق على التاجيل يا ما توافقش على التاجيل، خلاص ما تشغلش نفسك بقى بالنادي الاهلي وتدخل النادي الاهلي معاك في جمله وفيلة. انت مش موضوعك ولا اختصاصك انك تتكلم عن الاهلي والوداد، الاهلي والوداد فيه اختصاصاتهم وفيه شغلهم، انت مالك بيه؟ انت عايز تاجل كمان بقى، يعني بتقول ماشي طب انا اجل ماليش دعوه بالاهلي، طب تاجل لي النهائي، النهائي عايز النهائي يوم 12 عشان تاخد نفس الوقت بتاع النادي الاهلي في الراحه. طب ما هو الاهلي برضه هيتمد له الراحه، برضه الاهلي هيبقى واخد اكتر منك ايام، هيزيد تاني 6 ايام او 7 ايام، فانت برضه بتفكر ازاي؟ بعدين يوم 13 في اجنده دوليه، انت عايز تاجل يوم 12 في اجنده دوليه والمنتخب هيلعب، منتخبات المغرب هتلعب، فانت بتتكلم في تصفيات افريقيا اصلا، فانت بتفكر ازاي اجلك بقى افريقيا يا جماعه عشان خاطر انت مش عايز تاجل ماتشك 3 4 ايام عشان خاطر فريق الرجاء يجي. انا قلت برضو خلينا نفكر نفسنا بالكلام، ان المفروض الرجاء يعتبر منسحب، بس هو ده اللي هيحصل، الاتحاد الافريقي هيأجل خلاص اجل، وانت تقبل ترفض تتشقلب من اخر رايك، مش هيقدم ولا هيأخر لان محدش هياخد رايك اصلا، انت بتتكلم على اساس انت مش رئيس نادي اصلا. مرتضى منصور بيتكلم على اساس ايه؟ هو معزول من مكانه بالامر من اللجنه الاولمبيه والاتحادات كلها، عارفه دلوقتي ان اصلا ممنوع التعاون مع مرتضى منصور على انه رئيس نادي، فانت بتتكلم على اساس ايه؟ المفروض اللي يتكلم رئيس النادي مش انت، او نائب رئيس النادي اللي هو موجود. فمن الاخر كده ما تدخلش نفسك في حوارات كتير انت في غنى عنها او مش في غنى عنها، وانت كده كده بتتكلم في موضوع الشو الاعلاني، انت بتحب الشو الاعلامي وعايز بقى تاخد الايه، بتتكلم في موضوع كده دلوقتي، بتتكلم نادي الزمالك هيبني استاد، مش معنى في الوقت ده بتتكلم عن موضوع الاستاد عشان تقرب جماهير الزمالك توقفها جنبك اكتر، وكده كده يعني الشوية اللي واقفين جنبك معروفين، اول جماهير الزمالك كده كده معروفة، شمال شمال يمين يمين، وفي الاخر يطلع خبر اول امبارح يقولوا ان فيه 30 مليون عجز في الخزنة واتشمعت الخزنة والكلام ده كله، وهيطلعوا في الاخر يقول لك رجع الساعة خطيب، يعني في 30 مليون جنيه اختلاس في خزنة نادي الزمالك مش عارفين هما فين، الخزنة اتشمعت. وقلت برضو ان ده خبر مش اكيد، انا مش بأكد، بس تطلع في الاخر تلاقي جمهور الزمالك طلع يقول لك ترجع الساعات يا خطيب، مع ان الساعات والهدايا وكل شيء دفعه تركي آل الشيخ حبا في النادي الاهلي
ودعما للنادي الاهلي. الكلام ده كله عند وزير الرياضه، النادي الاهلي ودى الكلام ده كله لوزير الرياضه، الموضوع منهي. فانت ما تقعدش كل شويه تقول لي طلع انت بقى 30 مليون هاتهم، يعني 30 مليون هاتهم. وسمسرتك في صفقه انتقال مدربك اللي كارتيرون سابك ومش راح التعاون السعودي، السمسره والفلوس اللي انت خدتها من تحت الترابيزه رجعها بقى او طلعها او عرف الناس بيه. فانت بتقعد سمسره على مدربين، على لعيبه، اي حاجه في مصلحه بتمشي. رجع السعاده خطيب، رايك ملوش اي داعي للناس. سلام.